وللحديث أكثر عن توجهات حكومة محمد الشاه السوداني في تقارير غربية تؤكد ولاء أهل إيران، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان خفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله وبياك وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. في ظل الحديث عن أن الزيارة السوداني لفرنسا كان الغرض منها هو فتح مسار للتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل يخشى السوداني إغضاب واشنطن رغم تقريبه للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. حياك الله. بالتأكيد هو يخشى غضب أمريكا، لأن الجميع يدرك أن الصراع الأمريكي والإيراني أصبح في حالة حرجة للغاية، ووصفناه كلعبة صفرية. ولكن أعتقد هذه الزيارة التي قام بها السوداني إلى فرنسا هي إن كانت خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكنها كالخطوات السابقة التي قام بها سأسلافه وأبرم اتفاقات مختلفة بما فيها حتى شركة سيمنز، ولكن بالنتيجة لن يكون هناك مجال لأن يتحقق شيء من ذلك، وهو مسألة مجرد استعراض سياسي لرضاء الشارع أكثر من حقيقة توجه العراق نحو أوروبا بعيدا عن أمريكا أو بعيدا عن إيران. ما عاد واشنطن للدراسات في تقرير الله يقول إن السودان يسير على خطى من سبقوه من الحكومات بتبعيته إلى طهران، إذن لماذا هذا التملق إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الميليشيات الموالية لإيران هي من أوصلت محمد الشاه السوداني إلى منصبه الحالي؟ هي بالتأكيد من أوصلت، والأسلاف للسوداني هم على النهج ذاته، وإذا ما تبعناهم جميعا غازل أمريكا بدءا من مالكي وضع كثير من الزهور على جندي المجهول الأمريكي، والعبادي وغيره كلهم حاول أن يغازل، يدركون أن أرضاء أمريكا ضرورة لحاجة. ثم أن السوداني بالذات عندما نصب من قبل الفصائل المولة لإيران كان قد أعطى سلفا عهدا أن لا يتلاعب ولا يتدخل بالشأن الأمريكي المتواجد العسكري بالعراق. إذن هي عملية إرضاء، عملية جس نبض، ولكن نعتقد بالنهاية المطاف أن أمريكا تدرك أن صراعها مع إيران لا يمر عبر الذيول بقدر ما يمر عبر طهران وواشنطن وحصارها المتنامي سيما بالجانب الاقتصادي. بحسب صحيفة لوموند الفرنسية فإن الهلال الذي أنشأته إيران مرورا بالعراق ولبنان وسوريا يمر بأسوأ حالة له قد تصيبه بمقتل، إذن كيف ترى دور السوداني وحكومته في تسهيل عمل تلك الميليشيات العابرة للحدود إلى سوريا على سبيل المثال؟ وبالتأكيد هذا الهلال لا بارك الله به هو ميت من أساس، لأنه يقوم على أساس فرقة المسلمين، وفرقة المسلمين هي محاربة لله عز وجل، ومن يحارب الله عز وجل بالتأكيد يخسر. ولكن هي ورقة سياسية لإيران باعتبار أن الطوق سيتحقق بالتواصل من طهران إلى عمق المنطقة العربية والإقليم، وذلك تحاول إيران عبر العراق أن تديم هذا الاتصال وإن ظهر بعض الحالات من التراجع. ولكن ما حصل بالأمس من قصف إلى دعم لوجستي إيراني إلى عمق سوريا ثم إلى أبعاد يدلل على أن هناك تواصل. حكومة بغداد، حكومة السودان هي تدرك ذلك وتعلم، وغير قادرة بالتأكيد على ثنيهم، ولا تذهب باتجاه تقليل فرص دعم هذا الهلال، لأن هي جزء أساسا من هذا الهلال، وبالتالي هي محاولة اللعب، ولكن هذا اللعب مكشوف إلى القوى الفاعلة سيما أمريكا. سؤالي بشقين، السؤال الشق الأول فيه الولايات المتحدة الأمريكية هل تراها تتشكك بنوايا السوداني خصوصا بعد أن تكلم بتصريحات متناقضة حول بقاء القوات الأمريكية من عدمه في العراق، وهل أوكلت عملية ضرب الميليشيات الموالية لإيران إلى قوات جيش الاحتلال الصهيوني في الكيان الصهيوني بإسرائيل المتمثل بإسرائيل؟ بالتأكيد أمريكا تدرك أن السوداني هو جزء من ترتيبة إيرانية في العراق، وهي وماضي السوداني معروف لدى الجميع، فكيف CIA وأمريكا تدرك من حزب الدعوة ومن السوداني ومن الجهة التي تدعم السوداني سواء بالداخل
أو إيران. ولكن عملية إظهار الصراع ما بين هذه الفصائل المسلحة الولائية لإيران وإظهار حالة الصراع مع إسرائيل كان الصهيوني هي حالة لتسويق المحل ليس إلا. والدليل على ذلك أن إيران لها علاقات متينة أو علاقات استراتيجية أمنية مع كيان الصهيوني عام 86 في إيران جيت. إذن هي ليست بعيدة عن إيران، ولكن لكي تخدع أكثر عدد من السذج الناس والتابعينها تظهر هذه الحالة. ونحن كمتابعين نجزم أن التي الطائرات المسيرة التي استهدفت التمويل إيراني عبر الميليشيات هي صهيونية بالتأكيد. وأتحدى إيران أن تقول أنها صهاينة أو أن تقوم بشيء تجاه الصهيونية. المراد من التصعيد بالخلاف الميليشاوي مع كيان الصهيوني هي لاستذاب مزيد من السذج وأظهار أن إيران والفصائل للقضية الفلسطينية. والحقيقة عكس ذلك تماما، هي تسيء للقضية الفلسطينية، تسيء للعالم الإسلامي، تسيء للعالم العربي. وأكيد كل هذا الإساءة أكثر يتحملها العراق جراء تدخل إيراني والفصائل الموالية. بذكرك التاريخ السوداني وارتباطه الوثيق مع حزب الدعوة، الأخير متمثلا بزعيمه نور المالك يرى نفسه الأب الروحي إلى الإطار التنسيقي، هنالك من يرى أن محمد الشيعة السوداني قد سبب تشظيا داخل الإطار التنسيقي، هل تتفق مع هذا الطرح أم لا؟ وإن كان هذا موجود فما هو مستقبل حكومة الإطار؟ إذا ثمت شرخ بهذا الإطار أنا أعتقد هو من جراء المصالح الشخصية الضيقة وليس الخلاف على البعد نهائيا. وأعتقد أن الخلاف هو يذهب باتجاه مزيد من الفاعلية ومزيد من هامش الحركة وتدخل في القرار السياسي، وليس ثني القرار السياسي باتجاه معين آخر. أي بمعنى الكل يتفق على الاتجاه السيء للقرار السياسي، ولكن من يتصدر القرار هنا محل الخلاف. وبالتالي أعتقد أن الإطار غير مختلف نهائيا، لأن اختلاف الإطار بالتأكيد يعني مقتلة. واحد اثنين، أن الإطار ليس له إرادة ذاتية حرة لكي يختلف مع بعضه، هو مسير من جانب إيران وكل قول يقوله وكل حركة يتحركها مرسومة من قاني إلى هذا أو ذاك. وبالتالي إظهار الخلاف هو مجرد شعار، إظهار الخلاف مجرد قسمة على التقاسم والكعكة، وليس خلاف يذهب باتجاه تشظي الإطار. يتشظى الإطار بالتأكيد يعني أن الفصائل الإيرانية تشظت، وبالتالي الكفة تميل إلى جانب إيران وتضعف أمريكا وتضعف إيران بالعراق. إذا لا أعتقد تشظي يرتقي إلى حالة الخلاف في الإطار، لأنهم جميعا مسلوبي الإرادة وتابعين لقاني ولا إيران. قرب مدينة القائم الحدودية استهدفت طائرات إسرائيلية شاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية فور دخولها من العراق إلى مدينة البوكمال السورية في دير الزور، أسفرت عن مقتل 10 عناصر، أشارت التقارير أن بينهم قيادات إيرانية. كيف سيبرر السوداني الذي سيسعى للتقارب مع واشنطن تلك الحوادث المتكررة على الحدود العراقية؟ أكيد أما بحالتين، أما أن يتجاهلها أو أن تظهر تعليقات تشير إلى أنها عملية من منافذ غير حدود غير رسمية، أو أنها عملية تهريب غير مقبولة. وبالتالي وأعتقد أن التسويف هو الذي سيكون الحل الأسلم، لأن الموقف إذا ما ظهر باتجاه أي نوع من الرفض قد لا تتوافق إيران ولا توافقه إيران، وبالتالي قد ينحرج أكثر أمام إيران. فأعتقد التسويف سيكون سيد الفصل، كما كان في الأيام الماضية قبل كذا شهر عندما استوجبت أيضا رتل أو ارتال لمؤونة ولأسلحة إيرانية قادمة من العراق باتجاه سوريا وضربت عند المداخل سوريا. إذن أعتقد يتم التجاهل ويتم إظهار شيء آخر يلهى الناس به ويتناسون هذه الحالة. أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطاني خفاجي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.